ايوه شام. ايوه رحيم. ايه؟ الحكومة هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبودة. مسكوا عبودة والرجالة. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاج حدايق. ايوه اعمل زي ما بقول لك. انا هكلمها دلوقتي. بسرعة قلنا يا رحيم بسرعة بسرعة. الحكومه عملت كبسه على هشام وعبوده بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعه. هنرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. انا قلت له روح استخبى عند الحاج هدايا. خلينا نخلص الشغلانه اللي احنا جايين لها دي. ايوه حاجه. معلش اسف صحتك من النوم. بقول لك ايه؟ روبي. روبي. نعم. أنا آسف. ما تزعليش من اللي قلته. مفيش أم تزعل من ابنها أبدا. روبي كنت عايزة أقول لك على حاجة كده. طول عمري نفسي أقول لك يا ماما. بس بصراحة لما بشوف حلاوتك وطعمك. بس يا واد. أنت عارف؟ كل مرة بتقولي روبي فيها بسمعها كأنك بتقول لي يا ماما فوداي. أنا قاعدة بتكلم معاك ليه؟ أنا زعلانة منك أصلا. الله، هو أنا مش لسه مصالحك؟ ده أنت مش بس عايز تسيبني وتسافر، ده أنت كمان رايح تقول لرحيم قبل مني أنا في حد يخبي على أمه حاجة زي دي. وإزاي أصلا أهون عليك تسيبني وتسافر؟ إزاي؟ يا ستي ده لسه مجرد تفكير، أنا ما خدتش قرار. وبعدين أنا كنت زعلان من اللي عمله سيد وأنت ما رديتيش عليه. مهما كان اللي بينا، مهما كان اللي حصل، لازم تيجي وتحكي لي برضو يا زياد. يعني اشوفك بتكبر قصاد عيني يوم بعد يوم لحد ما بقيت راجل زي القمر، وبعدين في الاخر عمتك تيجي تاخدك على الجاهز. طب افرضي دلوقتي جالي عقد عمل بره، مش هتخليني اسافر؟ لا طبعا. ايوه طبعا. تسافر ايه وبتاع ايه؟ انا اللي هشغلك، وانا اللي هختار لك عروستك، وانا اللي هجوزك واربي عيالك، واشوفك بتكبر قدامي كده لحد ما تبقى راجل مال وهدومك. تقول لي اسافر بره؟ بره ايه وبتاع ايه؟ يا ستي انا لسه ما خدتش قرار زي ما قلت لك، والله مجرد تفكير. ما تفكرش اصلا، الموضوع ده ما يجيش في بالك من اساسه. انت ازاي يا زياد بتفكر انك تسيبني؟ ازاي؟ انا مش قادر افهم. اذا كنت انا مش قادر اسيبك هنا واروح اقعد مع سيد، انت عايز تسيب البلد كلها؟ طب ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش انا ممكن يجرالي ايه من بعدك؟ انا مش هسافر واسيبك حبيبي. حبيبي ونور عيني كمان. سبت عماد بره الفيلا، دخلت لقيت رحيم جوه، والاتنين بيطلبوا مني نفس الطلب في نفس الوقت. الاتنين عايزيني. وانتي عايزه ايه؟ ساعات بحس ان الاختيار سهل، حتى مش محتاج تفكير. عشان بتختاري بقلبك. انا بكره الكلام ده، كأن الانسان بقى اتنين، قلب وعقل. مفيش حاجه اسمها كده. في انا عايزه ايه؟ قلبي وعقلي حاجه واحده بس اسمها داليا. داليا، انت بتفكري بعقلك زياده عن اللزوم. علشان مش شايفه الفرق. العقل والقلب واحد. العقل بيستقبل المشاعر والافكار، والقلب بيدق على اساسه. يعني لو العقل كره القلب مش هيدق، ولو العقل حب القلب هيدق. عشان كده انا مش شايفه الفرق. طيب بص يا ستي، المقصود بالقلب والعقل هو الفرق بين واحد بيفكر في كل حاجة وبيحسبها بالورقة والقلم. الناس اللي بتحسبها بالورقة والقلم بيفكروا في كل تفصيلة، والناس التانية اللي بتمشي ورا قلبها من غير ما تفكر. الناس بقى بتختزل كل ده في جملة واحدة، صراع القلب والعقل. وانتي واحدة من الناس اللي بتحاول تصدر انها بتفكر بعقلها طول الوقت بتحسبها، بس انا عارفة كويس انك بتمشي ورا مشاعرك اكتر ما بتحسبيها. ولو قلت لك اني مش بحب مشاعري؟ طب انت سامعه الجمله اللي بتقوليها؟ سامعاها. جمله واحده بتتعذب، ولا جمله واحده خايفه تمشي ورا مشاعرها؟ تاني هترجع لموضوع القلب والعقل ده. داليا، هو انا ليه بحس ان كل ما تقربي من رحيم المشاكل بتزيد، برغم ان انا عارفه كويس قوي انك بتحبيه هو ومش بتحبي عماد؟
ايه اللي بينكم؟ ايه اللي مخليكي مش قادره تبقي معايا؟ مفيش. طريقه حياته، شغله، اسلوب العيشه اللي عايشها كده يعني، مفيش حاجه. انت عارفه كل ده من زمان. في حاجه تانية يا داليا. مفيش حاجه اقولها. في حاجه يا داليا، قولي كل اللي جواكي عشان اقدر اساعدك. اتكلم اقول ايه بس؟ في حاجه تقوليها بس انت بتقاومي. انا مش بقاوم. بتقاومي. اقولك الدليل؟ اكبر دليل يا ستي انك عقلك الباطن ألح عليكي وفضل يزن لغايه ما جابك لغايه هنا عشان تحكي لي، علشان يزيح هم تقيل من على قلبك. بس عقلك الواعي بقى يا ستي رافض وبيحاول يقنعني انه مفيش اي حاجه خالص، والمشكله اسلوب حياته الغلط، وده مش حقيقي. ده عقلك الباطن انت اللي بقولك كده. ده مش حقيقي يا داليا. داليا، في حاجه بينك وبين رحيم، احكي لي عليها عشان اقدر اساعدك. مفيش حاجه اقولها. على فكره يا مدام حنان، كل الفايلز دي موجود منها نسخه سوفت كوبي على اللابتوب. ماليش فيه يا اخوي، انا احب امسك الورق في ايدي عشان افهم. انا دبلوم تجاره. اللي حضرتك تشوفيه. انا عايز افهم بقى. اتفضلي. البضاعه متاخره ليه في المينا؟ دي كانت واقفه على شويه اجراءات، وكانت المفروض مدام امينه، يعني الله الله يرحمها يا اخوي، مالها بقى؟ يعني كانت المفروض هتخلص الاجراءات، وكانت المفروض هتخرج الحاجات دي الاسبوع اللي فات، بس طبعا اللي حصل ده اخرها. مين بيدفع الارضيه؟ انا يهمني اعرف الفلوس خارجه من عند مين. للاسف الشركه يا مدام حنان. لا حول ولا قوه الا بالله، وهو ده يرضي ربنا؟ ما هو يا مدام حنان، العميل اللي احنا استوردنا البضاعه لصالحه دفع كل فلوسه كامله. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش في ميتنج. مدام حنان، معانا امر من نبأ بالقبض عليك. الحكومة هجمت هانا على رجالة الحاجة هداية، كانوا مستخبيين، ما تحملوا البرد، خرجوا ولعوا نار، الحكومة لقطتهم، حصل ضرب نار، الحكومة صفتهم. طب والعربية المتحملة بالسلاح؟ ما كانت معهم، ومن وقتها ما نعرف عنها شيء. يعني راحت فين؟ طب البضاعة اللي عليها ما ظهرتش معايا تاجر؟ انت موافق على الكلام ده يا شيخ وليد؟ انا قدرت اوصل لخط سير العربيه، واخر حته وقفت فيها، واخر مشوار جامد بيه. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. قول لي بقى، اخر مشوار العربيه كان فين؟ كان هناك. داليا رنيم، حبيبتي وحشتيني. انت اكتر. ازيك يا بابا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. رنيم حابه تعملك مفاجاه. داليا، هي بتاعت مين السلسلة دي؟ دي بتاعت لميا. وسايبة حاجتها هنا ليه؟ ارميها في الزبالة، أو كلمي حد من أهلها يجي ياخدها. رنين، اقفل الزفت ده وتعالي هنا. مش كده يا بابا، بشوش عليها. غديتي؟ لا. طب تحبي ناكل مع بعض؟ ماشي. يلا. أنت يا بابا اتغديت؟ أنا كمان ما أكلتش. يلا ناكل كلنا سوا. ينفع يعني تخدني كده عليك؟ ما انا كويس قدامك اهو كده. وكويس؟ طيب ماشي. ممكن طيب بقى تقولي ايه اللي حصل بالظبط؟ عشان انا مش داخل دماغي موضوع ان في حد على الاكستريم ده. بس هو ده اللي حصل. زياد، والله هو ده اللي حصل يا حبيبي. انا كنت راجعه من بره قلقانه عليك شويه، دلوقتي بقيت قلقانه عليك كتير. هو انت ليه محسساني ان العنف ده بيحصل في مصر بس؟ على فكره ده بيحصل في كل العالم، ومش حته خناقه اللي هتخليني اسافر. أنا قلت لك بقى اللي خلاني أسافر كانت خناقة برضو، واتضربت فيها كده زيك، بس اللي ضربني كان أبوك الله يرحمه بقى.
أنا هو كان في بينا مشاكل كتير. طبعاً عارف ليه؟ والله الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها إنك كنت بتهربي من البيت كتير. آه، علشان ما كنتش عايزة أكل من مال حرام، من فلوس المخدرات. بس رحيم ما بيتاجرش في المخدرات يا فرح. رحيم ده إنسان فاسد. أنت ما قريتش اللي كتب عنه أيام لما اتسجن؟ ما شفتش اسمه وسط أسامي المجرمين اللي هربوا وغسلوا فلوس أيام الثورة؟ ولا أنت فاكر إن الفلوس الحرام بتبقى فلوس تجارة مخدرات وبس؟ أهلاً أهلاً أهلاً، إزيك يا فرح؟ وحشان. فاكر يا حب، أنت كمان وحشاني. عاملة إيه؟ أنا كويسة الحمد لله، بس بصراحة يعني زعلانة منك. ليه بس؟ بقى تتكلمي مع رحيم على سفر زياد وتستأذنيه هو مش أنا؟ على فكرة يا فرح، أنا اللي مربية زياد، وأي حد عايز يفكر يقرب منه لازم يستأذن أنا الأول. عندك حق، أنا أسفة مصحيها فيا، بس بجد والله ما كانش قصدي أهمشك خالص. على العموم بقى زياد لا هيسافر ولا هيسيبني، فالله يسترك بقى ما تضغطيش عليه. يعني إيه يا رحيم؟ يعني أنت عاجبك اللي هو فيه دلوقتي ولا اللي لسه هيشوفه بعدين بسبب قربه من رحيم؟ وأنت فاهمة وأنا فاهمة كويس. بس زياد عايش معايا أنا، مش عايش مع رحيم. وانت عايشة مع مين؟ ما انت عايشة مع رحيم. يوه، في ايه؟ عايز افهم. انت زياد هيعيش معايا مش عايش مع رحيم، وانت زياد هيسافر معايا، في ايه؟ ما تسيبوني اخد القرار لوحدي، ولا انتوا لسه شايفيني عيل صغير؟ معاش ولا كان يا حبيبي اللي يقول عليك عيل صغير. انا بس كان قصدي ان انا لا قصدك ولا قصدي، الموضوع مش كده خالص. رحاب انت وفرح، انتوا عارفين كويس ان انا بحبكم. لو سمحتوا محدش يمشيني على دماغه، دي حياتي وانا حر فيها، انا اللي اقرر. تمام 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 تمام. الرجاله كانت معسكره هنا، وصار ضرب نار بينهم وبين الحكومه. الحكومه جت هنا كتير، واستعانوا بوليده باكتر من جصاص قطر، وما وجدوا شيء. يعني العربيات راحت فين؟ حد نازل من السما خطفها؟ الو يا حنان، ايه مالك؟ في ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب خلاص خلاص، ما تقلقيش، اهدي بس، انا جاي لك على طول. مسافه السكه. شيخ فايز، انا عايز رجاله تفحت لي هنا. عماد باشا. بلا باشا بلا زفت، الواد هشام هرب. ده الهلمه هرب ازاي؟ معرفش، ضرب نار